этом процессе с другой стороны. И эти два процесса должны идти. Сурия, Суфия, Татагайя. Сурия и Азар. لذلك الحديث عن تغييرات دستورية في النص الدستوري هدفه الذهاب إلى بنية سياسية موافقة لضرورات الواقع الذي نعيشه. مثال ثاني أعطي، أنا بلجنة الدستور حول موضوع الإدارة الذاتية، لا أحد اليوم حتى أصحاب الإدارة الذاتية يتكلمون عن حكم ذاتي، في فرق بين الإدارة الذاتية وبين حكم ذاتي. حديث عن إدارة ذاتية شو نسمعكم؟ والدستور الجديد لازم يأخذ بعين الاعتبار هذه التجربة. هذه التجربة تجاوزت ب عددية، هناك آراء مختلفة فيما يخص الجبهة. نحن مصرين جدا على تنفيذ بيان جنيف واحد بمختلف بنوده. واحد واضح شو معنى هذا الكلام. اثنين، نحن ضد أي شروط مسبقة من أجل تنفيذ بيان جنيف، ويدخل في إطار الشروط المسبقة شرط له علاقة بمستقبل الرئيس، ذهابه أو بقائه. إبقائه أو ذهابه كشرط المسرب مسبق يعيق الحوار بين النظام والمعارضة. هذه القضية تبحث خلال النقاش بين النظام والمعارضة، هي إحدى النقاط المطروحة. هلا كل طرف عنده رأيه المسبق بهذا الموضوع حقه، ولكن يجب عدم وضع هذا الرأي كشرط مسبق لبدء المفاوضات، بدء النقاش، بدء الحديث بين جميع الأطراف. Шарт муспак И второй вопрос по поводу автономии. الإدارات الذاتية على النطاق العالمي أثبتت نجاحها. التي سيكون فيها وفدين على الأقل. في هذا النص. يعني هو يستطيع أن أكثر أغلبية سكان الجزيرة لم يشاركوا في الإدارة الذاتية.